السلام عليكم. في أكثر من عاصمة عربية وعالمية تبرز الجالية اليمنية كفاعل اجتماعي وسياسي مؤثر في مختلف القضايا من خلال الفعاليات النوعية التي تبرهن حضور اليمني المهاجر. فمن الفعاليات الثورية في الاحتفاء بثورة فبراير إلى الفعاليات السياسية المساندة للشرعية والتي كان آخرها إعلان التكتل اليمني البريطاني في لندن الذي تم إشهاره مؤخراً. وبحسب متابعين فإن حراك الجاليات في الخارج بالإمكان أن يسهم في خدمة القضية اليمنية وإيصال رسالة اليمني للخارج عن طبيعة المعركة في اليمن. هذا الحراك المثمر والمهم لليمنيين في المهجر قد يلعب دورا فاعلا ومؤثرا فيما لو تم تعزيزه وإسناده دبلوماسيا من خلال السفارات وكذلك التواصل الفعال مع مؤسسات الدولة السياسية والمدنية والإعلامية. على ضوء هذا الحراك نطرح التساؤلات التالية: ما الذي يتوجب على الحكومة أن تقوم به لتعزيز رسالتها الخارجية في مقاومة الانقلاب واستعادة الدولة؟ كيف بالإمكان تحقيق اختراق في المؤسسات الدولية المدنية والسياسية والإعلامية لإيصال رسالة الشعب اليمني الذي يقاوم الاجتياح والأذرع الإيرانية؟ وماذا عن غياب التقارير المترجمة التي تنقل للعالم جرائم الميليشيا منذ الانقلاب والاجتياح التي تمت بحق الشعب اليمني؟ مشاهدينا الكرام، حول هذه الأسئلة ستكون حلقة المساء اليمني لهذه الليلة والتي نستضيف فيها الدكتور محمد الحميقاني رئيس الجالية اليمنية في تركيا، وعبر سكايب ينضم إلينا الدكتور عبد الحكيم القاضي رئيس التكتل اليمني البريطاني لدعم الشرعية. أهلا بك دكتور محمد. أهلا وسهلا بك بالسادة المشاهدين. أهلا بك، مساء الخير دكتور عبد الحكيم. أهلا مساء النور أختي آسيا، أهلا بكم، أهلا بالأخ الضيف أحمد الحميقاني. أهلا بكم ضيفي العزيزين. قبل أن نبدأ حوارنا نذهب لمشاهدة هذا التقرير ثم نعود لبدء النقاش. في هذا اللقاء، لقاءنا اليوم أول لقاء لتكتل اليمني البريطاني لدعم الشرعية. تتسع دائرة الشرعية في الداخل والخارج معا، أو هذا ما تشير إليه الأحداث. التكتل اليمني البريطاني لدعم الشرعية الذي أعلن عنه في العاصمة البريطانية لندن خطوة في الاتجاه الصحيح بحسب البعض في مواجهة حملات التضليل الواسعة التي يمارسها اللوبي الإيراني داخل مجلس العموم البريطاني بشأن الأحداث في اليمن، مسنودا بجهود ما يوصف بالشبكة الناعمة للإنقلابيين واتصالاتها مع وسائل الإعلام الدولية والمنظمات غير الحكومية. أما القائمون على التكتل الجديد فيقولون إنه يهدف لتسليط الضوء على الحرب الظالمة في اليمن وكشف جرائم الإنقلابيين. إذن شكل من أشكال الدبلوماسية غير الرسمية كما يقول متابعون، يقوم بها يمنيو المهجر لإيصال رسالتهم المتعلقة بالقضية اليمنية ونضالات اليمنيين في استعادة دولتهم المختطفة والتحرر من قبضة الميليشيا. من نيويورك إلى لندن إلى إسطنبول، تحضر الجالية اليمنية كفاعل مؤثر في قلب الأحداث وتبدو فيها القضايا والهموم اليمنية الحاضرة الرئيسة والأبرز. يضيق الخناق على الإنقلابيين وبالمقابل تحضر الجاليات كدائرة جديدة يتسع بها اليمن الكبير، وفي اللحظات التي تتسع الدوائر الشعبية المساندة للشرعية. غير أن هذه الجهود المجتمعية الأهلية تحتاج إلى إسناد دبلوماسي حقيقي من قبل سفارات بلادنا في الخارج، وكذا قاعدة بيانات وتقارير مترجمة تستند إليها في نقل حقائق الواقع اليمني إلى العالم. إذن مشاهدين الكرام، حول دور الجاليات في المهجر لدعم القضية الوطنية والدور الوطني لها نتحدث في هذه الحلقة. أرحب من جديد بك دكتور محمد. دكتور محمد، لو تحدثنا عن مدى دور الجاليات الوطنية، الجاليات عفوا، في إسناد القضايا الوطنية. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا. حقيقة دور الجاليات في لا يقل عن دور الذين في الداخل الذين يقفون أمام هذا المشروع الإنقلابي، لأن الجاليات دورها كبير جدا في إيصال القضية وعدالتها وفي إيصال حق الشعب اليمني الذي أراد بحوار وطني مكتمل وأراد أن يصل إلى مرحلة استقرار يتساوى فيها الجميع، يحكم بها رأي الشعب، يصل هذه القضايا إلى الرأي العام في البلد التي يحل بها. ربما وجودنا هنا في تركيا لم نعاني كثيرا بسبب أن الموقف الحكومي التركي والموقف الشعبي التركي أيضا يعي القضية اليمنية وحقيتها، وربما الموقف السياسي المدعوم أيضا من الجانب الحكومي التركي بزيارة رئيس الجمهورية، بزيارة رئيس الوزراء، بزيارة وزراء الخارجية، وكذلك الدور الذي لعبته أيضا هنا التكتل الجالية اليمنية على
في إظهار إطلاع منظمات المجتمع المدني التركية على حقيقة الوضع في اليمن وما يدور من أحداث بشكل سهل على المواطن التركي، كما هو سهل أيضا على الحكومة أن يطلع على الأمر. وهذا الدور هو لا يكل في ضرورة أدائه عن دور المتواجدين الآن في الجبهات لعرقلة مثل هذه المشاريع الفاشلة في حكم الشعب اليمني وإعادته إلى الوراء. نعم، إذن دكتور، يعني الكثير من الجاليات تقوم بتحركات بصورة أو بأخرى تحت مسميات عديدة لدعم الشرعية ولدعم الجهود الوطنية. أيضا نطلع على بعض هذه الجهود عبر الدكتور عبد الحكيم القاضي، رئيس التكتل اليمني البريطاني لدعم الشرعية. مرحبا بك مرة أخرى دكتور عبد الحكيم. مرحبا بك أخت آسيا، وأهلا وسهلا بكم الضيف الكريم أستاذ أحمد الحميقاني. نعم دكتور، يعني نود أن نعرف من خلالك التكتل اليمني البريطاني الذي تم إعلانه مؤخرا، ما الذي يحمل من رؤية بالضبط؟ والله يا أختي عزيزة، كباك جراوند يعني كخلفية، الجالية اليمنية في بريطانيا هي من أقدم وأكبر الجاليات اليمنية في أوروبا وتقريبا في العالم. يعني بدأت هنا من 1900 بداية القرن الماضي من الثلاثينات، وحتى الآن طبعا جاية تتسع وتكبر، وكلما تأتي موجة من موجات الهجرة للأسف يعني تزيد الجاليات وتتسع يعني في تقريبا في كل المدن في بريطانيا هنا. يعني نحن مؤخرا طبعا نتأثر ونتألم ما يحصل في الداخل، ظروف إخواننا في الداخل، إخواننا أخواتنا أهلنا، يعني يوميا نسمع الناس في حالة يرثى لها. يعني المدن يكاد يكون الحالة هناك يعني الحالة المعيشية تعبانة جدا، الناس في الوضع الاجتماعي يعني متمزق أو اقتصادي يكاد يكون صفر، فكل وكمغتربين طبعا تحمل جزء كبير من هذا الضغط، لأنه في النهاية كل مغترب لديه أهل وأخوان وأخوات وأسر، ويعاني يوميا بشكل مباشر مع أهله المباشرين وبشكل غير مباشر مع الوطن بشكل عام، لأنه يعني بالنهاية هم أهلنا وأخواننا. يعني فنتكلم بكل ما يحصل، فتفاعلا مع احداث الداخل، يعني نحن هنا في الجاليه طبعا قلنا يعني نبدا حراكا يمنيا بريطانيا. هذا الحراك طبعا له اهداف متعدده، من الهدف الرئيسي اولا هنا على صعيد الجاليه اليمنيه في بريطانيا، يعني نوضح لاخواننا ابناء الجاليه ما الذي يتم في الداخل، لانه للاسف حين يتم بعض التشويش على بعض افراد الجاليه وياخذون نظره معاكسه والغير صحيحه، يعني فنريد نوضح لهم يعني ما يحصل. ثانيا صعيد الساحه البريطانيه، الساحة البريطانية أنتم كما تعرفون بشكل عام الشعب البريطاني للأمانة الشعب يعني متعاطف وإنساني ويتعاطف مع قضايا العالم. يعني فالشعب البريطاني هو لحظة فقط الإضاءة راحت هنا. نعم، إذا إلى أن يعني تعود إلينا دكتور عبد الحكيم أنتقل. نعم أنا معكم الآن. نعم نعم أهلا بك تفضل. نعم. الشعب البريطاني كما هنا في مثلا تحالف سمى تحالف وقف الحرب Stop the World Coalition، هذا التحالف يبدا به يعني قامت في نخبه من المجتمع البريطاني اللي هم بالاساس قاموا بعمل انساني، يعني اثناء وقوف التحالف وقف الحرب في الحرب في العراق اظهروا الحقائق، يقفوا مع موضوع سوريا ايضا ضد الضربات الروسيه والايرانيه. انما عندما اتى الموضوع لليمن تحالف وقف الحرب Stop the World Coalition للاسف اخذ النهج الخاطئ، بدا يعني يصور الراي الذي هو البروباغندا الايرانيه والراي عن الحوثي الانقلابي لما يأتي في اليمن، يركز فقط على جزئيه صغيره ما يحصل في الداخل. نعم. ما مدى اطلاع نعم دكتور يعني دعني اسالك، ما مدى اطلاع الشعب البريطاني بالوضع في اليمن على حقيقته؟ اي نعم، فهو احد اهداف التكتل هو اطلاع الشعب البريطاني. نحن الان معنا برنامج ندوات مع اولا مع تحالف وقف الحرب نفسه، نعمل حوار مباشر معهم وقد بدانا بالتحالف في برمنغهام، ومعنا تواصلنا مع الام بيز البريطاني ونعمل رسائل وسنعمل مقابلات مع تقريبا كل الام بيز البريطاني الذي فيها تواجد اثناء تواجد الجاليات اليمنيه، ونحاول ان نعطي لهم صوره واضحه على ما يتم في الداخل. لانه مؤخرا ايضا للاسف احد اعضاء البرلمان البريطاني انجلا ميتشل دعته يعني منظمه اوكسفام، وكانت زيارته عندما وعده السفير البريطاني سيزور كل مختلف مناطق اليمن، زار فقط تخيلي صنعاء وصعده والتقى بصالح الصماد وذهب الى صعده وعاد الى المجتمع البريطاني ويقول لهم ان هذا حاصل في اليمن، لا للاسف هذا غير صحيح. يعني كان بالاصل يزور تعز ويزور عدن ويزور المناطق المختلفه وياتي بنيه متوازنه، نحن لا ننكر هناك ضربات للطيران السعودي وهناك اخطاء وهناك يعني تحصل يعني اخطاء وتحصل اشياء طبعا نحن نتالم منها، لكن الصوره الاكبر
انه بالواقع الاخوان الحوثيين انقلابيين اختطفوا الدوله، يعني مسكوا الدوله عنوه بدون وجه حق. الرئيس الشرعي الان يعني في الرياض وفي عدن، الحكومه شبه مختطفه، اكتسحوا يعني المدن، يعني شنوا حربا شعواء على كل المدن، اهلكوا الحرث والنسل، الناس في حاله يرثى لها. يجب ان نوصل للصوره الحقيقيه. نعم، المواطن البريطاني عندما يعلم بذلك سيغير بالتاكيد من رايه يعني. صحيح. اسمح لنا يعني ان ناخذ هذه الفكره ايضا ونطبقها هنا في تركيا. لنسال دكتور محمد، يعني ما مدى معرفه الشعب التركي بما يحدث هناك؟ من علق يعني ان اغلب الشعب التركي للاسف يعني يظن ان ما يحدث في اليمن هو ان السعوديه تقصف بالطيران على اليمن. ما هو دور الجاليه في توضيح الصوره للشعب التركي؟ ربما يعني الجهات الحكوميه تعني بها السفاره وهي على اطلاع بطبيعه الحال بحكم وقوفها مع الشرعيه، وفي نهايه الامر ستكون مطلعه، لكن الشعب لن يتابع اخبارنا بالتفصيل الا من كان مهتم او على علاقه. لكن كيف يمكن توضيح الصوره بشكل اوضح؟ الحقيقه الاخوه الاتراك واطلاعهم على اوضاع اليمن كانت من وقت مبكر. انا اتذكر انه ونحن لا زلنا في ساحه التغيير قمنا بزيارات وزر بحكم إجادة البعض للغة التركية، وطفنا في كثير من القنوات التركية لشرح الوضع في اليمن. الأتراك الحقيقة ما يهمهم الآن بشكل كبير جدا، وما نحن قائمين أو باذلين فيه جهد كبير، هو الوضع الإنساني في اليمن. هم ينظرون إليه بتعاطف كبير جدا، ربما أصدق من كثير من الدول الأخرى. الشعور بوحدة التاريخ، وحدة الدين، وحدة التقارب الموجود. فهذه الأيام هناك حملة لدعم اليمن عبر التليفونات وعبر، ولدي مقابلة غدا في الساعة 3:30 مع رئيس الهلال الأحمر التركي، جاءت بطلب منه. يعني لم نتقدم نحن كجالية بطلب منهم، بل طلبوهم أن نتقابل معهم، لأنهم بدأوا الآن بحملة بغرض إغاثة الشعب اليمني. نعم. ورأيت في دعوتهم المرسلة أنهم يتحدثون عن الوضع الإنساني في اليمن. نحن بدورنا كجالية تواصلنا مع كثير من الجهات الرسمية ومن الجهات المنظمات المجتمع المدني في إيضاح الوضع الإنساني أيضا، لأن هذا نحن لا نجد صعوبة في إيضاح الوضع السياسي بالنسبة للإخوة الأتراك. هم قريبين، وإن كان عامة الشعب كما تفضلت أخت آسيا وبالفعل عندهم هذه الصورة أن هناك ضرب بطيران من السعودية إلى اليمن، بل حتى أنه وصل الأمر ببعضهم أنهم أرادوا أن ينشروا بعض الصور للضحايا وأرادوا أن يذهبوا بها إلى البرلمان. ولكن في نفس الوقت هناك منظمات مجتمع مدني تركية كبيرة على اطلاع بالوضع ومدركة كيف سار الوضع في السياسي في اليمن. يعني لو تساءلنا دكتور محمد، كيف لهذه الصورة هي التي وصلت سواء للشعب البريطاني، للشعب التركي، لكثير من الشعوب؟ لما لم تصل الصورة صحيحة؟ أين الخطأ بالضبط؟ مع أن يعني مثلا نحن نتحدث عن شعبين حكومتهما تقف مع الشرعية. الحقيقة أن هناك تقصير، هناك تقصير من منظمات المجتمع المدني، وهناك تقصير أيضا من الجانب الرسمي، رغم أنه نحاول قدر الاستطاعة كجالية. كان آخرها في 11 فبراير كثير من التكتلات للأبناء الجالية الموجودين هنا في تركيا أقاموا ندوات، أقاموا احتفالات، بل أننا نعلم أن تركيا استضافت 140 جريح من جرحى تعز، فأبت الجالية إلى أن يكون الاحتفال في مدينة غير مدينة اسطنبول، وأن يكون مع هؤلاء الجرحى، وأن يستدعى إليه أيضا منظمات مجتمع مدني تركية، وأن يستدعى إليه أيضا جهات سياسية تركية بغرض إيضاح الصورة. الناس هنا كما هو عادة البلدان الغربية بشكل عام مشغولون بلقمة العيش، بمتابعة أمور حياتهم اليومية. فإذا لم يأتي رسالة واضحة من لكن الشيء الذي تقوم به الجالية، نحن على تواصل مع جهات إعلامية تركية سواء تلفزيونية أو صحف أو كتاب مشهورين، نتواصل معهم بشكل كبير جدا على إيضاح الحقيقة، وبالذات محاولة أن تساهم تركيا بشكل أكبر في الجانب الإنساني. نتحدث عن الإعلام بالذات، الإعلام التركي ومدى الدور الذي يجب أن نصل إليه، ولكن بعد أن أسأل الدكتور عبد الحكيم، الدكتور يعني هل يمثل التكتل الذي قمتم بإنشاء رؤية لجميع اليمنيين في بريطانيا يعني رؤية موحدة لهم سواء المهاجرين أو البريطانيين من أصول يمنية؟ والله يا أختي، التكتل اليمني البريطاني بصراحة تقريبا يعبر عن رأي غالبية أبناء الجالية اليمنية هنا في بريطانيا. يعني هناك أقلية للأسف
يظل طبعا يعني تحت لهم اراء خاصه، ربما من يعني مدفوعين من الداخل، او لهم يعني اجنده خاصه بهم واقليه. انما يكاد يكون 99% من ابناء الجاليه هنا في بريطانيا يعلمون وما يحصل في الداخل ومع الشرعيه فعلا يعني. انما للاسف لانهم غالبيه صامته، فالناس يعتقدون انهم مش موجودين. هناك اقليه فقط مع اخوان الحوثيين الانقلابيين يقومون بحركات يعني وتجمعات مع الشباب دول كل شيء، ويحاولوا يعطوا الصوره الخاطئه عن الجاليه اليمنيه في بريطانيا وعما يتم في الداخل. نحن نريد نوصل الصوره الحقيقيه لما يتم في الداخل، ويجد اخواننا ابناء الجاليه اليمنيه هنا في بريطانيا يوصلوا صوتهم فعلا، لانه يؤلمنا ما يحصل في الداخل ويحزن في اليمني. كل قطره دم يمنيه تراق في اليمن هي طبعا يعني قطره اخواننا وابنائنا، نتالم من اجلها يعني. صحيح. كل روح تموت هذه روح يمنيه لماذا تزهق؟ يعني باي ذنب قتلت يعني؟ فما يحصل في الداخل شيء محزن جدا يعني. بلادنا اصبحت خراب ودمار ويباب، لماذا هذا كله خراب؟ اليمن كانت بلد عزه، بلد مجد، بلد يعني العربيه السعيده. حاليا اصبحت اليمنيه الان في كل في الدياسبورا، في يعني في الشتات والغربه. يجد عندكم في تركيا اليمنيين بيكاد يكون يعني بعشرات الالاف، اليمنيين في مصر ايضا بمئات الالاف، في ماليزيا، في السعوديه، حدث ولا حرج. يعني هنا ايضا حتى في بريطانيا. فلماذا هذا الاقتراب؟ اليمن مهما كان، مهما يا اختي الكريمه، مهما يقترب الانسان يظل قلبه معلق بالداخل. صحيح. ويتمنى ان يعود دوما الى الداخل. طيب. يعود يعني الى اخوانه واهله. صحيح. مهما كان يظل الانسان اليمني يعني مش مثل الجاليه الهنديه الباكستانيه، اليمني يحب ان يرتبط باهله ويعود باهله ويحلم بالعوده، ونتابع يكاد يكون بشكل يومي ما يتم في الداخل. فنتمنى ان شاء الله تغيير الصوره يعني قريبا، ونحن لها حقا تكتل. حاليا معنا برنامج واضح واهداف محدده، نهدف من خلالها كما ذكرت ان التواصل مع الجاليات مع هنا مع داخل المجتمع البريطاني، يعني منظمات المجتمع المدني، مع تحالف وقف الحرب، ومع الام بيز البريطانيين، وصل للصوره الحقيقيه، وايضا داخل اوساط الجاليه من يتفاعل معهم، ونعمل لقاءات وندوات بحيث ان تكون الصوره اوضح. نعم دكتور، شعارنا واضح. طيب. تفضل. نعم دكتور، اود ان اسالك يعني ما مدى التنسيق بينكم وبين السفاره؟ يعني نحن وجدنا حضور السفير معكم في فعاليتكم، هل تصوركم واحد اذا القضيه انشطتكم القادمه هل تم ترتيبها؟ والله للامانه الدكتور ياسين سعيد نعمان بدون مجامله من احسن الشخصيات الوطنيه، هو معروف تاريخه طبعا لا يحتاج الى تعريف. عندما عين في كسفير يمني في بريطانيا تجاوب معنا بشكل ايجابي، والتقينا معه اكثر من مره، وحضر طبعا حفل شهر التكتل الذي اقيم في 18 فبراير في لندن، والقى كلمه طيبه وابدى استعداده وتقديم كل الدعم للتجمع. وحتى بقيه ابناء اعضاء السفاره سواء الاستاذ القنصل البابلي او النائب السفير او الاخوه كلهم للامانه متعاونين، ونجد كل تعاون. هي القضيه مش كاشخاص، ظروف الدولة طبعا حاليا يعني إمكانية السفارة بحد ذاتها إمكانيات محدودة، يعني أنا متأكد أنه يحب أن يقدم دعم ودعم أكثر، لكنهم مقيدين طبعا الضعف المادي والظروف، أن الحكومة كلها لا زالت الآن معلقة يعني بين الرياض وعدن، والأوضاع المادية يعني ربما تؤثر على أدائهم. لكن نحن نشكرهم شكرا جزيلا. الدكتور ياسين للأمانة له موقف مشرف معنا، وداعم للجالية اليمنية في بريطانيا، وداعم لتوجهاتنا والحوار مع المجتمع البريطاني، ونشكره جزيلا على ذلك يعني. نعم، إذا شكرا جزيلا لك دكتور عبد الحكيم القاضي رئيس التكتل اليمني البريطاني لدعم الشرعية، كنت معنا عبر سكايب من بريطانيا. انضم معنا أيضا المهندس خالد العفيف عبر الهاتف، رئيس مبادرة من أجل يمن الجديد من برلين. مساء الخير مهندس خالد. يا مساء النور، اهلا بك استاذ خالد. يعني حدثنا عن فعاليات الجاليه اليمنيه في المانيا، خاصه فيما يتعلق باسناد القضيه اليمنيه ومناهضه الانقلاب. اولا مساء الخير عليكم وعلى مشاهدي قناه بلقيس الكرام. بما يخص سؤالك استاذتي، الجاليات اليمنيه في الخارج ودورها الذي يشارك في دعم وخدمة القضية اليمنية ودعم استعادة الدولة، هي لها هي الجاليات هنا لها دورين، دور شعبي في أنها تقوم بإيصال رسالة الشعب اليمني وإيصال الحقيقة على أصولها للمجتمع الأوروبي الذي تعيش فيه، أي توضح عملية الانقلاب وكيف تم الانقلاب على كل الاتفاقات التي تمت بعد ثورة 11 من فبراير. وتوصلها إلى الجانب الرسمي بالتواصل مع المؤسسات الرسمية في الدول التي تقطنها
كما نحن مثلا هنا في ألمانيا، وبالتواصل مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية لإيصال الجرائم والانتهاكات التي تقوم بها هذه المجلة. فنحن هنا المبادرة الشبابية في أي جديد، وهي تكتل الثوري أنشئ في 2011 بين ثورة فبراير المجيدة. قمنا بتحركات على المستوى الرسمي والمستوى المدني بإيصال، نحاول إيصال الرسالة للمجتمع الرسمي أن نحن قضيتنا قضية استعادة الدولة، قضيتنا قضية أن هناك دولة وهناك انقلاب، قضيتنا قضية أن هناك ميليشيات اعتدت أو سيطرت على الدولة بسطوة السلاح وبطريقة وبطريقة هامجية لا تتناسب مع مستوى العصر، ونقضت كل الاتفاقات التي وقعت عليها هذه الأطراف المنقلبة، الجماعة الجماعة الحوثيين وجواء أتباع صالح. أستاذ خالد، يعني نود أن نسألك، يعني نعم، هل هذه الرؤية موحدة لدى جميع أبناء الجالية اليمنية في برلين؟ هناك من يتحدث أن بعض الجهات يعني تحاول إظهار الموقف، جهات يمنية إظهار الموقف بأنه عدوان سعودي على اليمن، صورة منقوصة يتم تقديمها للحكومات وللمنظمات المجتمع المدني، ما صحة مثل هذا القول؟ اليمنيون في الخارج هم كما الشعب اليمني في الداخل. هناك طرف يقف مع الجماعة الانقلابية، وهناك معظم اليمنيين كما في الداخل، معظم الشعب اليمني هو يقف مع الدولة ومع الأمن والاستقرار واستعادة دولته. هناك كذلك هناك جماعة بسيطة ممن يتبعون وينتمون للجماعة الانقلابية يحاولون بالتواصل مع مؤسسات أو بإظهار صورة أن ما يتم في اليمن هو عدوان وأن اعتداء على الحكومة اليمنية المزعومة التي يقولون أنها حكومة يمنية وأن ما قاموا به هي ثورة، لكن هؤلاء لا يمثلون إلا نسبة بسيطة لا تتعدى 5% من أبناء الشعب اليمني المتواجدين في ألمانيا. نعم، إذا ما هي الصورة التي لدى المجتمع الألماني، يعني أية الصورة التي كانت أكثر وضوحا، صورة الجالية التي تقف مع الشرعية أم صورة الجالية التي تقف مع الانقلاب؟ هناك صورتان لدى المجتمع الألماني، الصورة الرسمية والصورة عند منظمات المجتمع المدني أو الألمان أو المهتمين بالشأن اليمني من الألمان. نعم، المجتمع الرسمي يعي تماما ان ما يتم في اليمن هو عملية انقلاب، وان هذه جماعة انقلابية، وان هناك دولة شرعية ورئيس منتخب، ويقفون رسميا مع الدولة. لكن منظمات المجتمع المدني ومن يهتم بالشأن اليمني تصلهم او يبنون قراراتهم على ما على يعني ليس على الحاله اليمنيه فقط، وانما كذلك على الحاله الاقليميه. يتعاملون مع الدول التي دخلت او التي دخلت في لمساعده الشعب اليمني، او مع الدول التحالف العربي التي دخلت في الحرب، هم يبنون على هذا الاساس. نعم، فان الجانب الرسمي الصوره واضحه يعون تماما ان هناك انقلاب وهناك دوله. منظمات المجتمع المدني هي من تحتاج إلى إيصال الصورة لها والتواصل معها باستمرار لكي تعي الموقف تماما، أن تفصل بين موقفها من بعض الدول وأن تفصل بين الحالة اليمنية أو ما هو موجود على أرض الواقع في اليمن. نعم، ونحن نسعى جاهدين بالتواصل معها لإيصال هذه الصورة على قدر استطاعتنا ومجهودنا. إذا شكرا جزيلا لك المهندس خالد العفيف، رئيس مبادرة من أجل يمن جديد، كنت معنا عبر الهاتف من برلين. دكتور محمد، يعني نعلق على فكرة لما الصورة الأخرى هي التي أوضح في أغلب الشعوب التي بها جالية يمنية صورة أن هناك عدوان على اليمن من قبل السعودية، لكن أسمع الإجابة منك بعد الفاصل. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونعود إليكم. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى دكتور محمد. دكتور، إذا نتحدث عن هذه النقطة،
إعلاميا ربما هو التقصير الأبرز في هذا الجانب، صورة هي مغلوطة أو منقوصة تصل للشعوب التي توجد بها جاليات يمنية، لا ندري هل لنشاط الجانب الآخر أم كيف يمكن أن نفسر هذه النقطة؟ الحكومات أو المواقف الرسمية مع الشرعية، الشعوب لا تدري فعلا بالوضع في اليمن. قد يكون هذا الكلام صحيح في كثير من الدول، لكن في تركيا الحقيقة أن الشعب التركي بأغلبيته يعلم أن اكتوى بنار إيران في سوريا، وهو يستضيف أكثر من 3 مليون صار يعاني منهم، ويعلم علم اليقين أن هذا نتيجة التدخل الإيراني في سوريا. أيضا اكتوى بنار إيران في العراق، وصار لدى الجميع أن ما يحدث في اليمن هو امتداد لهذا المشروع الإيراني. المواطن البسيط في الشارع يفهم هذا. أيضا حتى الجزء منهم، الجزء من النقاشات التي تدور لدى الشعب التركي، إرث الخلافة العثمانية لم تقم على سلالية، ولم تقم على حصر حكم المسلمين بشكل عام في جزئية معينة، في أسرة محددة، في نسب معين، والخلافة العثمانية كانت تعلم هذا، وأيضا يعلمون أنها كان من أهم العوامل التي استخدمت في هدمها هو دعم هذه الفكرة في ذلك التاريخ من قبل البريطانيين. فهذه الصورة قد تكون ملحوظة في أكثر من الدول، لكن في تركيا لا نستطيع أن نقول أن هذا الوضع هو السائد أو هو الموجود. يصعد هنا أو هناك بعض الكتاب، أنا أذكر أنني تناقشت مع أحد الكتاب الأتراك عن كاتب في صحيفة من الصحف التركية، فقلت أرى أنه يتبنى موقف غير منصف يعني لهذا الأمر، فتبين لي فيما بعد أن هذا الكاتب هو يعني يحمل فكرة معادية لكثير من آراء الشعب، وليس له قبول في الشعب، لدى الشعب التركي. تكلمنا مع جميع الأحزاب حتى في زيارة الماضية قمنا فيها لرئيس لجنة الصداقة اليمنية التركية في البرلمان، فوجدنا أنهم يعني الشعب التركي محب جدا للشعب اليمني، ويتألم لآلمه، ويتمنى اللحظة التي تقف فيها الدماء. ربما نحن كجال يعني نلاحظ هذه المشاعر مجرد أن يعرف أنك من اليمن، يتعاطف معك. نعم، غير أن يتعاطف يسعد بك ويتفاعل بوجودك ويرحب كثير، يعني هذه حقيقة. ربما يعني من أكثر البلدان التي يشعر فيها اليمني بالفخر أنه يمني هي تركيا. هذه حقيقة، بل حتى أنه في العام الماضي كانت الجائزة التي حصلت على الأحسن فيلم وثائقي أو أفضل فيلم وثائقي في تركيا من قبل هيئة الإذاعة والتلفزيون هو فيلم الذي يحكي قصة اليمن. احنا قمنا في الجالية بترجمة الفيلم، وألقى نائب رئيس الجالية الأستاذ ياسين التميمي ألقى كلمة عبر فيها عن أن الوضع متكرر، أن ما يحدث الآن في اليمن هو تكرار لهذه الإشكالات، فالصورة واضحة لدى الأتراك. في الدول الأخرى من خلال المتابعة لما نلاحظ، لا شك أن إيران كما هي الواضح في اليمن عندها استعداد أن تبذل الأموال في سبيل كسب رأي، وليست قادرة أن تدعم اليمن سواء بقليل من المياه التي قدمتها إلى اليمن. لا يمكن أن تلاحظ المستشفيات أو الطرق أو المدارس، وهذا عكس ما قدمته دول الخليج لليمن، لكن إيران تسعى بكل إمكاناتها لعمل رأي تستخدم فيه كل اللغات، وتستخدم فيه الرأي المحلي أيضا، وهذا ما يجب أن يكون فيه الطرف الآخر. نعم. يعني هناك دور على الأمة العربية بشكل عام، لأن هذا المشروع يستهدف الأمة العربية بأكملها، لا يستهدف اليمن فحسب كما هو واضح وما يرى. فأعتقد أن الدور أو أن الدور الذي يجب أن تقوم به الدول العربية مجتمعة وقوى التحالف أن تبذل على الأقل جزء يسير من التوجه نحو صناعة الرأي من خلال الإعلام الموجه إلى تلك الشعوب. نعم. هذا التقصير واضح. الوسائل الإعلامية التي يمكن أن تتخذها سواء دول التحالف أو الحكومة نناقشها بعد أن ينضم معنا الأستاذ إبراهيم العنسي عضو الهيئة الإدارية بالتكتل اليمني الأمريكي عبر الهاتف من نيويورك. مساء الخير أستاذ إبراهيم. أهلا وسهلا، مساء الخير لك ولضيفيك وأيضا للمشاهدين الكرام. أهلا بك معنا أستاذ إبراهيم. الجالية اليمنية في أمريكا يعني تشهد نشاطا واسعا سواء يعني منذ الانقلاب والاجتياح أو من قبل، يعني كثيرة التفاعل هي الجالية اليمنية. ما هي آخر نشاطاتكم في الجالية؟
نعم، الجالية اليمنية هنا قديمة جدا وكبيرة، وخاصة في مدن نيويورك وميشيغان، ولايات نيويورك وميشيغان وكاليفورنيا، لها أنشطة كبيرة جدا، والأغلبية من أبناء الجالية طبعا يناصرون الشرعية، وهناك من يعمل في توضيح ما وصلت إليه البلد من قبل الميليشيات المتطرفة والإنقلابيين، و يعني هناك فعاليات كبيرة على المستوى المؤسسي وأيضا على المستوى الشخصي من أبناء الجالية اليمنية هنا. نعم أستاذ إبراهيم، يعني الجالية حضرت بشكل فعال أيضا مع وتفاعلت مع القرارات التي أصدرها ترامب ضد بعض المهاجرين من بعض الدول، كما حظيت أنشطتهم بتفاعل الإعلام الأمريكي، هل يعكس ذلك التواصل أو مدى التواصل بين الجالية اليمنية والرأي العام الأمريكي؟ نعم هناك طبعا هو في هذه الفترة، فترة الانتقال، انتقال السلطة من الديمقراطيين للجمهوريين، كانت للأسف الديمقراطيين يعملون بضبابية كبيرة، والإعلام لم يتوجه توجه كامل، والمنظمات الحقوقية عن قضية اليمن إلا من منظور للأسف كما يقولون العدوان السعودي على اليمن. وهناك أسباب لذلك، منها النشاط الفعال للمؤسسات الحقوقية التي تدعم من الإنقلابيين لتضليل الرأي العام هنا في أمريكا، هذا كان في عهد أوباما، أما الآن في عهد ترامب فأعتقد أن هناك فرصة سانحة لإظهار الحقيقة ومعرفة ما وصلت البلد إليه، هو السبب الحوثي وعلي عبد الله. ما هي هذه الفرصة أستاذ إبراهيم؟ الانقلاب عن السلطة. نعم ما هي هذه الفرصة، وكيف يمكن لليمنيين أو الجالية اليمنية أن تستغلها لتوضح الصورة أكثر؟ نعم، وهذا ما سيقوم به التكتل، وهي من أحد خططه للسنة القادمة. وأيضا هناك أشخاص كثير يعملون في الجانب الشخصي بنفس التوجه، ولنا معهم اتصالات كثيرة وتنسيق في هذا الإطار وهذا الجانب. نعم أستاذ إبراهيم، يعني هل تمكنتم إذا من نقل صورة كاملة يعني على ما هي بطبيعتها بأحداثها الحقيقية، عوضا عن الصورة التي ربما نقلت وهي صورة مشوهة كما تفضلت؟ نعم، قمنا بعدة فعاليات وندوات وأيضا معارض لنبين الانتهاكات ونوضح الانتهاكات الحوثية والانتهاكات الانقلابية للمواطن اليمني، ومنها معرض كان في منهاتن عن انتهاكات الميليشيات في تعز، وأيضا هناك ندوات أقيمت وزيارات أيضا، ولكن كما ذكرت في عندما تنتقل السلطة فهناك تغير كامل وجذري هنا في الولايات. أنا أتكلم عن الجانب المسؤول والنخبة السياسية المسؤولة عن هذا الجانب، أما المواطن الأمريكي العام فقد ربما يستمع إلى بعض الإعلام، بعض وسائل الإعلام، وأيضا هناك صورة أيضا غائبة عن اليمن، لكن بعد هذه الأحداث وظهور المجتمع اليمني الفاعل هنا في أمريكا أعتقد هناك فرصة حقيقية، وهنا فرصة أن أوجه هذه للإخوان الذين لا زالوا لا يؤمنون بقضية أن هناك تواصل، أن يعملوا وأن يطور هذا الأمر، وأن نتكاتف جميعا في إظهار الحقيقة الحقيقة أيضا أمام الشارع الأمريكي، أقصد خاصة بعد بروز الجالية اليمنية هنا في نيويورك وفي أمريكا بشكل عام بعد قرارات ترامب. نعم، هل تلقون هناك مساعي وهناك أنشطة وفعاليات تقام لإظهار ذلك ولدعم الشرعية ولدعم الدولة التي اختطفت، النظام الذي أراد الحوثي وعلي عبد الله صالح أن يختطفوه للأسف الشديد، وأن يجرونا إلى الوراء وإلى عصور قديمة وإلى حروب وعصابات وميليشيات ومتاهات وإرهاب وغيره. نعم، ما مدى الإسناد الذي يقدم لكم من سفارتنا في واشنطن؟ هل يزودونكم بما تحتاجون بتقارير مترجمة مثلا، أو تقومون أنتم بإعداد بعض المواد لتوضيح الصورة؟ نعم، هناك تواصل مع المنظمات في الداخل ولكن محدود جدا، ونأمل أن يتواصلوا وأيضا يعطونا بعض التقارير الجديدة، التقارير المحدثة. نعم. التي تحدث شهرا بشهر عن انتهاكات الحوثي لنقوم بترجمتها إن لم تكن مترجمة، ونشرها، وأيضا إطلاع المنظمات والمؤسسات الأخرى على ما تقوم بهذه الميليشيات، فأيضا هذه فرصة أخرى
أريد أن أنقلها إلى المؤسسات الحقوقية الموجودة في الداخل أن تنقل لنا هذه الملفات لكي نظهرها وأيضا نرسلها إلى الجهات المختصة في هذا الجانب ونظهر حقيقة. نعم ونحن بدورنا ننقل صوتك أخ إبراهيم من خلال المساء اليمني في قناة بلقيس بأن يعني هناك فرصة سانحة حقيقة لتوضيح الصورة. يعني كثيرا ما نتباكى أنه لا توجد تقارير مترجمة، لدينا إحصاءات ولا لا نستطيع ترجمتها. الآن يعني هناك دعوة نبيلة من الأخ إبراهيم العنسي، أرسلوا لهم بأي مواد محدثة شهرا بشهر حتى يستطيعوا ترجمتها وإيصالها لذوي الشأن. شكرا جزيلا لك إبراهيم العنسي، عضو الهيئة الإدارية بالتكتل اليمني الأمريكي، كنت معنا عبر الهاتف من نيويورك. عودة إليك دكتور محمد، يعني نتحدث مع جاليات عمرها طويل جدا مقارنة بحداثة عمر الجالية اليمنية، لكنها يعني ربما خلال فترة وجيزة أظهرت كثير من المناشط والتفاعل مع الأحداث السياسية وكذلك الاحتفالات الوطنية الخاصة باليمن. حدثنا عن هذا الحضور. الجالية اليمنية صحيح يا ربما عمرها لا يتجاوز السنة والنصف حتى هذا اللحظة، لكنها ظلت مع الهم الوطني من أول يوم. أول ما نشأت مع احتفالية 26 سبتمبر، فكانت هي ربما من الجاليات النادرة التي أشعلت شعلة الثورة، أوقدت شعلة الثورة صحيح. في حفل جمع اليمنيين في سفينة كان عددهم حوالي 500 شخص، فكلهم تكلموا أن هذه السفينة وسعت أبناء اليمن في الخارج، ونتمنى أن يسعنا ذلك الوطن الذي جئنا منه ونحلم بالعودة إليه. قلوبنا هناك جميعا نتمنى أن تقف، وإن كان هناك عوامل أحيانا تساعد في إضعاف من يدافع عن هذا. كان من أهم النقاط، دعيني أقولها بصراحة، أن تلك الأخطاء التي يتسبب فيها بعض الناس، الأخطاء التي ترتكب من قبل أحيانا الطيران بشكل خاطئ كما حدث في أرحب وغيره، هذه تضعف موقف المدافع عن وتخدم الطرف الآخر نعم. في عرض هذه الأمور بأنها انتهاكات لحقوق الإنسان، ونحن نتألم يعني حقيقة نعم. يعني نتألم ألم كثير. في النهاية نحن نريد لجميع أبناء اليمن أن يعودوا إلى السلم. صحيح هناك دعاوي من يدعي نحن أبناء الله وأحباؤه، لكنه لن يتعامل معي إلا كل إنما أنا بشر مثلكم، هذا فكرة يخصه هو. نحن لن يعني نحاول هنا في مع أبناء الجالية جميعا أننا لسنا ضد أحد لمذهبه، ولسنا ضد أحد لدينه، ولسنا ضد أحد لمنطقته. نحن جميعا مع قضية واحدة فقط، هي احترام شرعية أبناء هذا الوطن، ما توافق عليه أبناء هذا الوطن في أنهم يريدون دستور موحد، دستور يعني اتفق عليه جميع أبناء اليمن، يريدوا أن يدخلوا ينتخبوا من يعني من يريدوا. ونحن كما نحن نخبر الجميع هنا بين أبناء الجالي وغيرهم أننا كما نحن ضد تلك الميليشيا الخارجة عن إطار القانون، نحن أيضا ضد الميليشيات الأخرى وإن تسمت بأي اسم. فيعني نراهم في سواء القاعدة، سواء أبو العباس، سواء الحوثي، كل هذه القوى بالنسبة لكل مدني، لكل يمني يرى أن هذه القوى يجب أن تتخلى عن كل شيء والعودة إلى الشرعية التي تمثل كل اليمنيين. الفعاليات الوطنية سواء 26 سبتمبر، سواء 14 أكتوبر، سواء 22 مايو، كلما جاءت هذه الذكرى نعيد أبناء اليمن في 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 الاحتفالية، وندعو إلى الجانب التركي إلى أن يتذكروا، إلى أن يسمعوا النشيد الوطني الذي يوحدهم، أن اليمن لن ترى إلا الخير من أبنائها في الخارج. نسعى إلى إيضاح بعض الأمور لدى الإخوة الذين يكون لديهم تعصب، أو وإن كان عددهم قليل جدا لكنهم أبناء اليمن وينتموا إلى هذا الحضن الذي اسمه الجالية بيت لكل اليمنيين. نسعى لإيضاح هذه الحقائق ونريهم، هل ترضون لأبنائكم أن يعيشوا في ظروف مثل تلك التي ينظر إلى العالم كيف صرنا أفقر دول العالم، صرنا بلا دولة، صرنا بلا نظام، ونريهم كيف استطاع الشعب التركي أن يقاوم الإنقلاب وأن يرفض الإنقلاب وأن يكونوا في الميادين في سبيل أن تكون البلد مستقرة وآمنة ومطمئنة. نعم، إذا تنضم معنا الأخت نجلاء النعمان الناشطة السياسية من كندا. مساء الخير أستاذة نجلاء. مساء الخير، أهلا بك معنا. نود أن تحدثينا برأيك عن الدور السياسي الذي لابد أن تقوم به الجاليات لدعم الشرعية وعودة الدولة. أولا أشكرك عزيزتي على الاستضافة. ثاني شيء بالنسبة للدور الذي ممكن تقوم به الجاليات خارج
اليمن بتقديم نوع من الدعم للشرعية، أظن أول شيء يجب علينا أن نطرحه أنه وجود سفارات في هذه البلدان تمثل الشرعية حقيقة. هذا أول ما يجب أن نطرحه، وبالتالي وجود سفارات تدعم الشرعية لابد من أنها ستحرص تماما على وجود جالية ممثلة برئيس جالية وعاملين فيها على أساس أنه تجمع وجهات النظر ويتم تنظيم ندوات فعاليات تعريف الآخرين بحقيقة ما يجري داخل البلد. لأنه المشكلة أنه في الخارج وبالذات في كندا في عجز، وحقيقة في عجز عن توضيح الصورة الحقيقية لما يحدث داخل اليمن وبالذات داخل المناطق التي تقع تحت سيطرة الانقلابيين. نجد قصور أنه ما فيش عندنا ناس مؤهلين بحيث أنهم يظهروا حقيقة ما يحدث داخل اليمن. الجانب السفارة للأمانة أنا لم أرى أو أسمع عن أي فعالية جماعة اليمنيين حثتهم على حكاية أنه لازم أن احنا نقف يد واحدة بحيث أنه مثلا نخرج نندد بما يحدث داخل صنعاء. هل لديكم جالية؟ والمناطق التي تقع تحت سلطة الانقلابيين. بالعكس، في مظاهرات تخرج منددة بما تقوم به دول التحالف وتظهر الشرعية بصورة سيئة جدا، بحيث أن الظاهر للعالم الغربي أنه المعتدي هي الشرعية ودول التحالف. والمسؤول عن جانب القصور هذا للأمانة أكثر شيء الممثلات الدبلوماسية، الممثلين الدبلوماسيين داخل البلد. بالنسبة للجالية يا عزيزتي، مشكلة الجالية اليمنية ربما مختلفة عن الآخرين من حكاية أنه ما زالت الحزازات موجودة، أنه أنا جنوبي وأنت شمالي. يعني حزازات ما أنزل الله بها من يعني ما زالوا في وادي آخر. أنا أظن أنه تفضلي. نعم، يعني أقول يعني بأنهم يدندنون في وادي آخر بعيدا عن يعني حدث أكبر ربما هو مناهضة الانقلاب كما يجب. يا عزيزتي ما لا أظن أنه وادي، المشكلة أنه فجوة. وهذا المصيبة أنه الجميع ليس على قلب رجل واحد. يعني الوقت يستدعي أو الحدث نفسه والحالة اللي نحن فيها تستدعي أن الكل يقف يد واحدة، لأنه مصلحتنا جميعا واحدة، هي نفس المصلحة. صحيح، ربما أستاذ نجلاء يعني ما زالت التأثيرات الماضية في نوع من الحزازات. صحيح. أستاذ نجلاء يعني ربما نحن في مثل هذا الموقف، لكن الوقت غير مناسب. نعم، ربما في مثل هذا الموقف الذي تحدثين عنه لازم الجميع يقف يد واحدة، لأنه في وحدتنا قوتنا، والشرعية في هذا الوقت الممثل الوحيد، ونحن الوحيد. نعم، يؤسفني أستاذة نجلاء. نعم، أنه لم أعد أملك المزيد من الوقت. دعم المغتربين لحالة لا ينفع يا عزيزتي. نعم، لابد من أستاذة نجلاء. من جانب السفارة لازم السفارة، يعني صحيح. السفارة مش بس في أوتاوا، في كل دول العالم لازم السفارة تدعم دعم قوي. صحيح أستاذة نجلاء، يعني يؤسفني أنه لا يوجد لدي المزيد من الوقت لإتاحته لك، ربما نحن نعول عليك وعلى أمثالك في مثل هذه المواقف. شكرا جزيلا لك أستاذة نجلاء النعمان الناشطة السياسية، كنت معنا عبر الهاتف من كندا في نصف دقيقة. أستاذ محمد، ما الذي يجب على الجاليات بشكل عام أن تقدمه لأجل دعم الشرعية وعودة الدولة؟ على الجاليات أن تشكل اللجان التي وتتخذ من الموقف البريطاني نموذجا في هذا التكتل الذي حقيقة كان جميل جدا ورائع، فكرة جميلة في هذا الأمر. وعلى الجاليات أيضا أن تتخاطب مع وزارة المغتربين، أنهم قد لا يملكون المال حاليا لكن يملكون على الأقل التواصل المباشر مع الجاليات في إيضاح صورة وموافاتهم بالتكاليف اللازمة. مواقف السفارة بالنسبة لنا في تركيا مواقف رائعة وجميلة، وهي
مع الخط الوطني. ونحن في الجالية أيضا نسعى بقدر الاستطاع أن نكون دائما مع ما اتفق عليه اليمنيون. نحن من أبناء فبراير ومع ذلك لم نتبناه كجالية في السنة الماضية، بل تركنا التكتلات تقوم بذلك دون أن نتدخل. لكن هذه السنة بعد أن تم إقراره في مجلس رئاسة الوزراء وأنه عيد رسمي، كنا من المسارعين في تبني، وهذا يجب أيضا على الجانب الرسمي أن يضع يده بيد أبناء الجالية، فهم متحمسين لقضيتهم، عليه أن يكون هو المرشد لهم في هذا، وهو الموجه وهو المتخاطب معهم. شكرا جزيلا لك. الشكر لك دكتور محمد الرحمن القني، رئيس الجالية اليمني في تركيا، كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني. ولكم مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، إلى أن ألتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.